سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الوصفه ديالنا، بغيت نقدم تعازي الحاره لاختي وصاحبتي والسند ديالي. الصراحه ديما كنلقاها وفي نفس الوقت مرات عمي. اليوم توفات الام ديالها، الله يرحمها ويوسع عليها. كنتقدم لها بالتعازي الحاره وكنقول لها البقاء لله. وغنقدم معكم الوصفه ديال اليوم اللي هي ليكيش. انا عندي ليكيش البنات، راني حضرتهم من قبل. الا كنتو باغيين الطريقه وهذا ديالهم والعجينه وهذا نبارطاجيها معكم، مرحبا. ليكيش بحشوه سهله جدا. كنحتاجوا لها البصله، وعندي هنا شي شويه تاع الكفته، وممكن انكم ديروا لا داند ولا دجاج. وغنشحروا هذه البصله بشويه تاع الملحه وشويه تاع البزار وشويه تاع الزيت. غنشحروا البنات البصله مزيان طيب لينا. فاش نحسوا بها دبلات نزيدوا لها الكفته. وانتم معايا البنات، انا غندير البصله نزيد عليها زويته. نديرها درت لها الزيت والبزار والملحه، نخليها تشحر على خاطرها ونعاود نرجع لكم. البنات من بعد ما درت البلات ليا شويه البصله كما كتشوفوا، غنزيد عليها الكفته ديالي وغنزيد شي شويه ديال الخضر ومعدنوس. هاد الخطوه هادي اختياريه، ممكن انكم ما ديروهاش ممكن ديروها. انا كيعجبني ندير الربيع نخليو العناصر ديالنا تشحر مزيان. إلا تغيب بالله رفقا، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا، ترافق عليا إني في الملح قد زدت عشقا، في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب الملح مثل التريا والساقي مؤدب يسقي بالأواني البندقية. صفف القطع البنات، الخطوة الثانية اللي غادي نديرو هي أننا كنحتاجو كاس الحليب، جوج فرماجات، شوية تاع الملح، شوية تاع البزار، ونص معلقة ديال النشا. هاد المقادير اللي عطيتكم على حساب ليكيش اللي عندي انا، ولكن راه كيتبدلوا على الكميه. نتوما غادي تعرفوا الكميه اللي عندكم هي اللي غادي ديروا. انا هذه هي الكميه اللي كافياني. ممكن انني نعوض كاس تاع الحليب، يعني النص نتاع الكميه ديال الحليب. غادي ندير واحد دانون طبيعي، والنص الاخر باش نخفف شويه الخليط ندير الحليب، ولا نخدم عادي بالحليب بحال كيما درت انا دابا. ما عنديش ياغورت طبيعي، خدمت غير بالحليب.
غندير هاد جوج فرماجات لعندي. انا هاد الخليط هذا كافيني، تسمحوا لي هي حشوه سهله وفي المتناول للجميع، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. نسيت البنات ما ذكرت لكمش واحد البيضه، كنعاود نذكر لكم البنات باللي هذا الخليط هذا كيختلف كيدوبل يعني على حساب الكميه اللي عندكم. انا ما عنديش كميه كثيره، عليها درت غير هاد الشويه هذا. غنزيد شويه تاع الملح وشويه تاع البصل، ونزيد نص معلقه، انا عندي معلقه صغيره، نص معلقه ديال النشا. صافي غنخلط كلشي ونرجع لكم البنات. وانا رجعت لكم كناخذوا الحشوه ديالنا وكنوزعوها على ليكيش ديالنا بهذه الطريقه. انا كيعجبوني هكا صغار، الا كنت دابا هادو غادي نصيفطهم مع بناتي للمدرسه عليها كنديرهم صغار. مي فاش كتكون عندي عائلتي ولا هذا زعما كاين عندي الزايد في الدار كندير وحده كبيره. وكتجيني الصراحه فاش يكون بنادم زعما الزايد في الدار احسن بنادم يدير وحده كبيره على الصغار هادو. غنستمر البنات بهالطريقه هذه حتى نكمل الكميه كاع اللي عندي وانتم معايا. يا شمس العشيه امهل تغيب بالله رفقا، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا، البنات من بعد ما كملت الكميه اللي عندي غناخذهم وناخذ الخليط اللي حضرنا من قبل ها هو، وغنضيفو اللي كيش ديالي. غنستمر بهذه الطريقه ومن بعد غندير لهم الفروماج الاحمر وندخلهم الفران وانتم معايا. يا شمس العشيه امهل لا تغيب بالله رفقا، هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا، ترافق عليا اني في الملح قد زدت عشقا في الوادي المذهب. البنات وهنا رجعت لكم بعد ما طابوا لي كيش ديالي كيجيو بهذا الشكل هذا. ضفت لهم الفرماجه البنات كيجيو زوينين ومعلكين. نتمنى انكم تجربوهم ويكونوا عند حسن الظن ديالكم. وشكرا بزاف بزاف، السلام عليكم.